احتجاج هذا حق مضمون بجميع القوانين الدولية الإنسانية، مضمون كذلك بالدستور المغربي، وبالتالي هذا حق من الحقوق الأساسية ديال التعبير عن الرأي والتعبير عن الرأي في قضايا مختلفة. بالتالي لما تيكون هذا الاحتجاج سلمي ورافع الشعار ديال السلمية وما تيمس حتى شي حاجة وما تيقص الحرية ديال حتى شي حد، اعتقد انه المقاربة الأمنية هي مقاربة خاطئة، المقاربة الصحيحة هي مقاربة سياسية للقضايا ديال المواطنين والمواطنات. غير راضية على هذه الممارسات وعلى هذا التعامل لا إيجابي ولا مسؤول، والمقاربة الأمنية اللي فيها تراجع كبير على مستوى الحقوق والمكتسبات اللي حققها الشعب المغربي بالنضالات وبالكفاحات ديالو. الاجدر يعني وحنا في واحد الوقت اللي هو انا كنقولوا بانه المغرب خطا خطوات كبيره في مجال حقوق الانسان، في مجال احترام الحق ديال التعبير والحق ديال الاحتجاج. ما خصو يكون هذا الشيء ديال العصا، وبالخصوص راه الناس ديال السياسه وديال الاحزاب هما اللي دايرين هذا الشيء. اما بالنسبه للامن تياخذوا غير اوامر، راه غير موظف بالنسبه لرجل الامن، ما نحملوش المسؤوليه. الا غنحملوا المسؤوليه غنحملوا الحكومه كامله والاحزاب. شحال من واحد كتضرر فيها؟ اول حاجه كتضرر الناس، كيخرجوا كاينين اللي كيخرجوا باعاقات وبشحال اعاقات ولا اي حاجه، ولكن كنشوف انا النظريه ديالي انه يكون كما كيكون وقفات سلميه حتى المخزن يكون سلمي، ما يكونش قمع، ما يكونش لا عصا لا والو. من حق الشعب يحتاج على المسائل من الحقوق ديالو. بعض المرات تيكون الشعب خارج، تكون بعض المرات شنقول لكم المظاهرات السلمية تكون غير سلمية، يعني السلمية ما يمكنش البوليس يدخل. وبعض المرات تكون المظاهرة ماشي سلمية، من حقه يدخل باش يحمي دوك الناس اصلا من نفوسهم. اكيد انهم عندهم واحد النقص مادام كيخرجوا للشارع، والا وعندهم واحد النقص، عندهم واحد المطالب، والتدخلات اللي كيديروا التدخل الامني تكون غالبا ما تكون تدخل عنيف بالطريقه هذه. ما كنظنش انهم غادي يلقاو حلول، حيت انا في عمره ما كيولد عمره ما كيخرجوا منه الحلول نهائيا.